التظاهره كيف شفتوا كان واحد اقبال كبير من جميع الفتيات والسيدات ديال مدينه بن قرير، والحمد لله يعني اول مره كنحصلوا على اكبر من 1300 مشاركه في هذا السباق هذا، وهذا كيرجع للفضل التعبئه اللي قامت بها وزاره التربيه الوطنيه على صعيد جميع المدارس مدينه بن قرير، وكذلك التعبئه اللي قاموا بها المجتمع المدني في جميع احياء المدينه. وبخصوص كنشكروا الجمعيه اللي كتهتم بالنقل الرياضي اللي حاولت توفر لنا مجموعه من السيارات من اجل تسهيل عمليات يعني الحضور المشاركات في نقطه الانطلاقه. كنبغيو نباركوا المراه بهذا اليوم العالمي للمراه، فهي المراه الرحمانيه، فهي مراه فاعله كتتواجد بجميع القطاعات ديال الدوله وكذلك القطاعات ديال البريفي، وهذه مناسبه ديال الرياضه من اجل تحسيسها على ممارسه الرياضه، لان الرياضه مهمه لصحه الجميع. مشاركه مكثفه ديال النساء من جميع الاعمار ومن جميع الطبقات الاجتماعيه، وكانت الفرصه باش نتحدوا نفوسنا لاننا ما كنتحركوش بزاف. هذه هي المناسبه باش نوريو شي قدرات اللي ما كناش كنعرفوا انها عندنا. بالمناسبه النصيحه اللي كنقدم هي اننا بحال في هذه التظاهرات نشاركوا فيها بكثافه، لان المراه عندها ما تبين كسوسوا من جسمانيا نفسانيا ثقافيا فنيا، ولكن ما كنلقاوش مناسبات باش نفجروا هذيك المواهب اللي عندنا. ماما حتى نبغيك انا بزاف، انت وبابا وخوتي. شنو سميتك؟ ياسمين. كيفاش جاك السباق اليوم؟ زوين. خديجة قريران، هذه 3 سنين كنجي انا الاولى في النساء. الحمد لله زوين، كيعجبني، عندي هيبه باش ديما نبقى نجي وديما دايره في بالي وديما عز عليا الرياضه، عز عليا نتريني، والله يخلي لنا سيدنا نهدي الوالده ديالي عز عليا بزاف. وليدات دربوا الحمد لله، صحينا على هذا السباق، صحينا الحمد لله. جات الميداليه اللي ربحتي محمد السادس، الله يخليه لينا والله يطول عمرك، والله يشافيه. هذا العام الرابع دابا، المره الاولى و3 سنين دابا الثالثه، وعاجبني وبخير وعندي هوايه والحمد لله. السباق كان في المستوى زوين، تنظيم كلشي زوين، كان ديال الوالدين ديالي الاستاذه ربيعه والاستاذ قادس اللي كيدعمونا في الجره. كيف تجي هذه الميداليه بمناسبه هذه المره؟ السادس. من اللاعب الثاني؟ من بابا وماما.